الان البنات عندهم رغبه وعندهم طموح باش يتجاوزوا هذه الصعاب وحتى هما يديروا مشروع الحياه ديالهم اللي ممكن يضمن لهم يصون لهم الكرامه ديالهم ويضمن لهم الكفه ديال الحقوق ديالهم. شكرا. قبل ما 18 عام كانت عندي ما كانتش عندي الامكانيه باش انا نكمل الدراسه ديالي، ولكن كنت كنخرج نخدم باش انا نوفر اللوازم ديال الدراسه بحال الادوات الشطره المزرعه جميع اللوازم. سميتي غيتيس موليد، 19 سنة، كنقرا هاد العام في يونيفرسيتي العام الأول ودايرة البيزنس مانجمنت. أييه فعلا، حيت علاش كنت كنشتغل في الدور؟ حيت ما كانش عندي ديك الإمكانية، ما كانوش عندي دوك الإمكانيات باش أنني نكمل الدراسة ديالي، ما كانوش بزاف عندي بزاف ديال الوسائل باش نكمل، لذلك أنني اضطريت نخرج باش نهز شوية، حيت والديا ما كانوش في حالهم، يعني على قد الحال، يعني مسيرين مع الحياة، داكشي علاش اضطريت أنني نمشي نخدم في الدور لمدة 3 شهور. كل صيف مثلا كنمشي نخدم يعني عادي، وصراحه كانت واحد التجربه اللي خايبه بزاف، يعني تجربها اي بنت خايبه بزاف، حيت مثلا كيحقروا على ديك البنت وكيعطيوها واحد القدره اللي هي ما كتحملهاش، الجسم ديالها ما كيتحملهاش، يعني بالنسبه لك دوك الناس كيعتبروك مثلا خدامه، انت خدامه يعني كتبقاي ديما لتحت ماشي ديما واحد وصراحه ما كيعتبروكش بحال بنتهم. كاينين الناس ضراف يمكن، ولكن على الاغلب كتبقي انت خدامه، وصراحه ماشي واحد التجربه اللي اي وحده ممكن يعني تعتبرها واحد يعني خايبه بزاف، وكتحسي بالحقره والظلم. وصراحه بغيت نوجه واحد الرساله للاباء، يعني مثلا انهم يعطوا واحد الفرصه لهاد البنات باش انهم يكملوا قرايتهم، يبغاو غير اللي يدفعهم ويكون معاهم ويعني ويشجعهم. بالنسبه ليا كاين بزاف ديال الجمعيات، من بينهم جمعيات الانصاف اللي عاونتني بزاف باش انني نكمل الدراسه ديالي، يعني وفرت ليا بزاف ديال الامكانيات، يعني ما بقيتش كنضطر انني نمشي نخرج نخدم صافي، يعني ديك الجمعيه وفرت ليا بزاف ديال الحوايج، اللوازم ديال الدراسه كل شيء، والحمد لله جمعيه الانصاف جمعيه ايدوكيشن فور بزاف ديال الجمعيات يعني عاونوني، وان شاء الله الحمد لله راني دابا غاديه. صراحه كاين واحد التغيير اللي زوين بزاف، وتمنيت كاع البنيتات اللي يعني اللي بحالي حتى هما يجربوا هذا التغيير، حيت مثلا كتعرفي بزاف الحوايج كتعلمي في حياتك. وصراحه بغيت نكون واحد ليكزامبل ديال البنات اللي في مثلا في الريجيون ديالي، حيت مثلا عندنا واحد هذا البنت مثلا فاش كنت للسادس كتخرج كتمشي تخدمي اما تمشي تتزوج، ولكن اغلب كتمشي تخدم. وبغيت مثلا بحال دابا انا واحد ليكزامبل على هاد الدور، هاد الدور مثلا هي شافوني مشيت قريت يعني وخدمت، يعني زعما قريت كنقرا عادي يعني صافي، حتى هما عندهم واحد العزيمه وواحد الاراده باش انهم يكملوا. علاش ديك فلانه كملت وحنا ما نكملوش؟ يعني الاباء حتى هما بداو كيستعبوا هاد الفكره ديال ان البنت خاصها تمشي تقرا وخاصها تمشي تكمل قرايتها.